السلام عليكم. كشفت الإذاعة الوطنية أمس الأربعاء خرجة جديدة للناخب الوطني جمال بلماضي قبل مواجهة الذهاب بالكاميرون. كما نقلت الإذاعة الوطنية عن مصدر من الفافا أن بلماضي وضع خطة جهنمية للإطاحة بالأسود الغير مروضة على أرضها، بحيث يريد التربص بالقارة السمراء قبل لقاء الذهاب، وهي خطة ذكية تمكن الكتيبة تأقلم مع الأجواء قبل انطلاق مباراة الذهاب بأيام قليلة، حيث تنتظر الفافا تحديد تاريخ ومكان إجراء ذهاب مباراة السد أمام الكاميرون من أجل برمجة تربص تحضيري في دولة مجاورة للكاميرون. وستبرمج الفاف تربصها بعد أن يتم تحديد الملعب والذي سيستضيف اللقاء، سواء كان ذلك بالملعب الأولمبي بياواندي أو جابوما بدول. كما كان بلماضي وراء فكرة إجراء التربص التحضيري ابتداء من 21 مارس في دولة مجاورة كي يسمح للاعبين بالتأقلم مع الظروف المناخية.